السلام عليكم أخواتي. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم من أعز التورتات عندي شخصيا، وهي عبارة عن تارت أو شوكولا. كتجي رائعة شكلا ومذاقا، وكتعجب كل من ذاقها عندي. بدون إطالة، إليكم المقادير. سيدات والسادة المسافرين، أهلا ومرحبا بكم. بسم الله على بركة الله. نبدأ بالمقادير: 250 غرام ديال الدقيق أبيض، 125 غرام ديال الزبدة، 2 أصفر بيض، خميرة الحلويات 8 غرام، شوية ديال الماء، 100 غرام ديال الفويتين، 100 غرام ديال الشوكولا، 100 غرام ديال البخاليني، 100 غرام ديال السكر خشن، 200 مليلتر كريم فخاش، 250 غرام ديال الشوكولا غيش. بسم الله على بركة الله. نبداو. في الإناء نخوي الدقيق، نزيدو عليه الزبدة في درجة المطبخ، نزيدو على السنيدة، نعملوها مزيان بيدينا، كنحسو بها ترملات لينا مزيان. عاد كنزيدو عليها خميرة، نزيدو على أصفار البيض، نزيدو الصفر بالصفر حتى نحسو بها واش تجمعات لينا ولا ما تجمعاتش. نزيدو اصفر ديال البيضه الثانيه، نجمعو نحسو بها تجمعات مزيان، ما تجمعاتش غنزيدو على شويه ديال الماء. بالإضافة راك نزيد شوية الملح مع الدقيق، صافي. من بعد ما تجمعات لينا القوام ديالها، وخا تبان ليك كتلصق في اليدين ماشي مشكل، هاد العجينة كتجي طرية. من بعد كندير في واحد الكيس ديال البلاستيك، كنخليوها في الثلاجة واحد المدة ديال 10 دقايق. من بعد ما نخلطو الكاسخول ديالنا، كنزيدو عليه 200 مليلتر ديال كريم فخاش، وكنغليوه مزيان، وكنخويو الشوكولا غيش في شي إناء، ونزيدو على داك الكريم فخاش المغلي اللي غلينا من قبل، صافي. وكنحركوه مزيان حتى كينسجم لينا كلشي مع بعضياته، وكنديوه للثلاجه. من بعد ما نسجم لينا الشوكولاته مع كريم فخيش، كنشدوه كنغطيوه بلاستيك وندخلو للثلاجة حتى يبرد مزيان، غير ما نوجدو الطاق ديالنا كامل. من بعد غنخرجو العجينة ديالنا من الثلاجة،
كناخذ العجينه ديالنا وكنسرحوها مزيان. العجينة ما تكونش رقيقة بزاف. ناخذ اللاطه اللي غندخلوها على الفرن، كنغطيوها بواحد البابيي كويسون، كنسرحوا فيها العجينة ديالنا وكنشوفوا الاطار وكنتراسيوها بالاطار. العجينه اللي شاط لينا ما كنلوحوهاش، كنديروها في المجمد وقت ما جبدنا وقت ما بغيناها كنجبدوها، ما كتخسرش. من بعد كنتكو بالفرشات كندخلوها للفرن على درجة الحرارة 180 حتى كنحسو بها تحمرات، ما بين 20 دقيقة حتى 30 دقيقة. صافي كنخرجوها من الفرن وكنخليوها تبرد. على ما تبرد لينا كنوجدو ديك الطبق المخرمش، عندنا فويتين كنزيدو عليه 100 غرام ديال البخالينه. هاد البخالينه متواجد عند جميع اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات. نزيدو على ديك 100 غرام ديال الشوكولا اللي ذوبنا، من بعد كنخلطوهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. من بعد ما خرجنا كنزيدو على ديك الطبقة المقرمشة، من بعد كنسرحها بشي معلقه مزيان حتى كنسرحوها على ديك لاطارت كامله. الطبقه كتجي لذيذه ومقرمشه. من بعد كناخذ الكاناش اللي خرجنا من الثلاجه وكنضربوا بالباتور مزيان حتى كيولي لنا كريمه.
كيبقى في هذه القوام. من بعد ما دربناه كناخدو جيب حلواني وكنديرو فيه هذيك الكريمة ديالنا وكنزوقو. انا زوقت الطاق ديالي بهذه الطريقه، اللي بغى يزوق بشي طريقه اخرى يزوق. صافي كنستمر تنكمل كلشي. من بعد ما كملت زوقت بعد الفويتين، اللي بغى ما يزوقش بعد الفويتين ما يزوقش، يخليها غير عاديه وتيقون نجربها كتجي زوينه ولذيذه. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.